الله ينورك، لكن مليح تبارك الله. اليوم بعد السوق ديال سيدي إدريس طنجة، السوق الحاولي. خليه تبارك الله، الحوالة مزيانة مقيمة. هاد السوق هذا اللي جا هنا على الشارع، على الشارع، على الشارع. شوف هادو مزيان، شوف هاديك راه وقعنا 120 ألف، هاديك 1200 درهم، هاديك اللي لاصقها تا هو فحالو، تا هو فحالو. هاديك راه وقعت ثاني، هاديك زايد على 200 درهم، 1400 درهم، 140 ألف. هذا 150 1500 درهم. مزيان مزيان مزيان. شوفوا هذا كراهو، شوف هذاك الوسطاني 130، هذا 130 هذاك الوسطاني، هذاك اللي فحالو 135، 1350 درهم. الثمن مزيان الاخوان، السوق طاح، سمعت الثمن مزيان، السوق طاح بزاف. هذا اللي بقني بعد 1000 درهم، 100 ألف فرنك. هذا 1000 درهم، 100 ألف فرنك. حاولوا مزيان. أشوف هذيك راه هو، هذيك 120، 1200 درهم. هذيك اللي حداه راه هو في الوان 140، 1400 درهم. هذا 200 ألف، 2500 درهم. هذا الخروف مزيونين عنده، حسن الحاولي كبير كيكون شارف واللحم ديالو مجلودة، فهمتي. هذا الحوالة مزيونين، ها هو بحال دابا هذا 1300 درهم، حاولي مضخم اللحم ديالو، الزبدة الزبدة كطيبه بر. حاولي شارف كبير المصالح، هذا بهاديك راهو، هاد الحوالة صغارين فتيين ضخمين، 1200 درهم، 1300، 1400، 1100، 1100 درهم. ألف وسبعمية درهم، هذيك 1200 درهم، 1200 درهم، هذيك اللي حدا هذيك السبعة. هذا 130، هذا 130 ألف، 1300 درهم. شنو 1300 درهم. هذا اللي عمل قنيبة في راسو، هذا مبيع 740، 140 ألف، 1400 درهم. سمعت عنده السوبر الاخوة، والله العظيم اللي عنده المليحة، اي والله. اشترك، الله يجازيكم بخير، ابونيو معنا وبارطاجيو باش الاخوان تعرف الاثمنه وتستفاد. سمعني بارطاجيو عندكم في الواتساب فيسبوك الاخوان تعرف الاثمنه، فهمت على الاخوان. الثمن يعني السقطه، فهمتني، اللي باقي ما تسوقش يجي تسوق، على عامل الثمن مزيان بزاف. شوف هذا 1400 درهم.
غيبربوا غيبربوا كيطيب هذا اللحم، هذا اللحم ديالو فتيه حزم، اللحم فتيه ما كاين لا شحم ما كاين والو. ها شوف خروف السكر السكر غير بربو كيفي غير بربو اللحم ديالو بحال الزبدة. ها السكر شوفوا هذا الخريفات هادو، شوف الا بغيتي عاوتاني هادو، هادو خروفه مزيونين هادو ما كاين لا شحم لا والو. المدرسة بريفي كتعود على ليمين قبل ما توصل، قبل ما توصل للناس ما بقالو شي بزاف، داكشي اللي بقى لهم شي بحال هذيك البركة اللي بقات له هنا دابا توصل هي شتي كيفاش الحوالة نقية. لا شوف هاي لا شوكولاتة شوف هذا حلاوة حلاوة إخوانا بارطاجيو من الاشتراك الله يجازيكم بخير كيعجبكم الجديد شنو كاين هنا فهمتيني شوف ها ان شاء الله خير حاولوا مضخمات شوف هذا حاولوا السوبر عندنا ان شاء الله حاولوا هذا 170 170 170 سكر عمو شوف هذا غادو اللي بقاو لك اخي على زيد وباقي الناس ما تسوقاتش باقي الناس ما تسوقاتش ايه والله هادو قول عندك واحد اليومين لا زدت هنايا يومين بزاف تساليهم تمشي فحال هادشي اللي كاين دابا الناس كتهرى من التحاس ما كتبغيش تمشي للسوق غير هنا كتقاد كتجي غير هنا عرفتي السوق كاين شي عمار من تما ولا ما تقدرش تدخل تما كاين بنادم ما عندوش مع التحاس كيجي يتسخر هذا كيمشي بحالو اخوان اللي بغا يتسخر يجي عند الاخ ديالنا هنا شوف الشارع كبير المدرسه التريفيه هي فين هي ها مدرسة بريفي كتجي فحالك نيشان ها الأخ ديالنا هنايا عندو الحاجة مزيونة وكيما تسمن مزيان هنا الولد الله عمره دار الله عمره سلعة ها أنا من هنا من هنا من الأخ من هنا الأخ هنا شي مكان شي راك بارطاجيو معنا الله يجازيكم بخير حنا عطيناكم الأثمنة وعطيناكم كلشي بارطاجيو الاخوان اللي باقي ما تسوقش يعرف شنو اللي داير اللي ما عرفش السوق فين جا عاوز يكون عارف السوق سيدي دريس طنجه صافي الاخوان الله يجازيكم بخير السلام عليكم. اليوم كنتواجدوا في السوق ديال سيدي دريس طنجه سي اليوم يوم الجمعه جينا نشوفوا الاخ عطانا الاثمنه دابا غادي نبداو بالاثمنه ان شاء الله شوفوا الاثمنة فين ما تنساوش تعملوا معنا الاشتراك بارطاجيو الله يرحمكم الوالدين الله يجازيكم بخير شي حنا كنتعبوا معكم كنوريكم شنو كاين في السوق نتوما عاوتاني تعاونوا معنا بارطاج واشتراك غنبداو هاد البركه هذا ان شاء الله هذا الثمن ديالو 1200 درهم دابا السوق طاح تبارك الله فهمت 1200 درهم نشوفوا هذا هذا الثمن ديالو 1400 درهم قنا دابا قال لي الاثمنه وانا كنعاود داكشي اللي قال لي هو فهمت
باش ما نحتاجش نبقى ندور ديرونجي السيد كل حاجه نبقى نسقسيه صافي. هذا البركه هذا 1350 درهم. السوق ديال سيدي ادريس طنجة. هادو الخروف مزيانين تبارك الله، احسن ما الذبيحة واللي كبير كما قلت لكم، ديو جوج صغارين اللحم فتيه مزيان. هذا 1400 درهم، 140 كاين لك هادو كيدازو زيد هادو كيدازو هادو كيدازو. مثلا الاخوان هادو كاملين فروخه صغارين، كاملين صغارين تبارك الله. تنشوف نشوفو هاديك راه هو نشوفو هاد هذا الثمن ديالو 1300 درهم 130 الف. هذا هاديك راه هو فين هو هاديك 1200 درهم تاعو. هذا اللي عاطينا بالطهر، انا قلت لكم السوق طاح دابا باقي ما تسوقش ولا هادي السوق طاح.